طرطر بيكون. ليش؟ نحن اذا مرتبين كل شيء يكون جيج. روما سوي الحين نزل كامل حق سياره. بس مشكله نزلت سياره بتكون مصيبه ثانيه. المكان ضيق اصلا من الحين. يا ليت نفس فاكتوريو فيها بلتي يا اخي. هذا ريسيرش تشامبر سويناه. الحين شنو بقى؟ نبقى تيبل دارت بلاتفورم. وين رزن؟ عندنا رزن نصري؟ عندنا ظني. لا انا ابى اسوي رش حق السياره الصراحه. تبسط كيفي حصلت. ابى اسوي رش حق السياره. انا ابى استعيل فيها يعني. رش بالانجليزي مش بالعربي يعني. قول يا زلمه قول. بيصبغ فيها خليل. حسيت والله انا. انزين هذا تعرف شو قاعد اسوي الحين؟ تعرف شو اللي بحطيه؟ هذا ريسيرش. نعم ريسيرش. اجل عيونك هذا. انت مدمن ريسيرش ترى؟ شوف شيء. اوكي هذا الريسيرش وين بالعكس حطيته انا؟ شو هي بالعكس؟ شفت الاكسترا لارج خليل؟ ها؟ اللي تعلمته؟ ها؟ شفت هذا الريسيرش اثنين يركبون فيه في الواحد. شو قلت لك انك من... انا الحين صدقتني انك مدمن ريسيرش؟ لا بس كنت اقول يعني. اكزامن 7400 نصري. اقول لك نصري؟ ما بدق عليه ريسيرش. دق دق لك شرف الريسيرش تفضل. لا بس تعرف يعني نحن مو عندنا ماتيريال مو عندنا ولا شيء. ريسيرش سنتر مو عندنا. انت جالس تجمع 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 نصور ما يستوي. خبا كله مره واحده. زين اقول لك تعال تعال خلينا ننزل بني لنا المنيوم. تعال بنسوي شيء سيارات يا اخي. يلا يا اخي هالمكان احسه يباله. نسيت الدبوت مالي. لحظه بس ترى انا ما عندي مكان اشيل وايد سمان. اشيل كل هذا السويل عرفت؟ ايه بس وورث يا اخي. احس انا احسه وورث. ما اعرف. ايه اذا نسوي احنا نسوي دوبليكيت شيء وورث يكون اكيد. ترى الالمنيوم ما يبنى احنا؟ لا ترى اقول لك انه بالالمنيوم عشان ننزل. اي صح صح صح. يلا بني بن شو اسمه بعد بتول انت هذا مره ثانيه. عشت. الحمد لله. عشت. رحمنا ويرحمكم الله. عشت ايامك. يلا يا ابوي سرينا. يا ريسيرش مسوي لي زحمه هني بعد. ايش خلت سلايد؟ سلايد لنا اخي والله مضبوط الانجر تصدق؟ بس تعرف شيء يباله؟ دقيقة بس انا اقول لك شيء يباله. يباله اخليه شوي اعرض. شوف هني تدخل اعمال الهندسة السحرية. زين واخليه شوي سوي شوي من على الجوانب شي. هذا بيخليك ما تتزحلق يمين يسار. عرفت؟ في ضربة ذلك. اخ خلاني اعطس. الحمد لله. زين؟ الله. الحمد لله كبر الله. فاقول لك سوي شي زين.
خفيفي خفيف خفيف، سلام خليل. ما اعرف اذا بيضبط 100% بس شكله زين بيكون، عرفت؟ نقدر نعرض عقب حق سيارة يعني، اذا تفكر انت في سيارة بعد ممكن. يبغالنا تعرف شو نسوي خليل؟ ها؟ يبغالنا هني بموتر صغير نحطه هني هاي تعد داخل، بس شي نحطه بس نمد فيه هذا التثرس. ما حق شو تثرس؟ تثرس بد من الترك كومباوند الحين طلع مليون كومباوند، عندي 6 سويل انا في جيبي يا ريال، هناك طلع لك الحين 50 كومباوند. شو الحين تعرف شو يبغى نسوي؟ صدق 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 تبي اسوي، نسير فوق مرة ثانية نجرب السلايد. ابدا مو بغلط، تعال انا مسوي كلها حق السلايد عدل. يلا لسه سلايد. ناصري لا اطير فوق اخ، في انقل خايس. لا والله في انقل خايس، لحظة انت ما طحت في الانقل خايس صح؟ جبته لفيت على الحفرة اللي دي تعد. ايه خلنا نعدل الانقل، سوي سلايد عدل. من متى يجي يسوي جراج لعالم سفلي تحت؟ انزين ايها، لو في جنب خفيف بس فنان في كنترول عجيب. زين انا كم ساعة كنت فلسف عليك على الكمبوند والتتر، مو عندك كمبوند عشان تسوي التتر. في هني تتر زادوها يا ود. لا 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 اوكي، بصير يجيب كمبوند، بسوي سلايد مره ثانيه. هذا والله جاهز يا اخي، بسوي سلايد يا اخي، ليش حقود انت يا اخي؟ خلينا نسوي سلايد يا اخي. على طول دخل الحقد في الموضوع، هاي سوالف حريم عرفت؟ يلا سلايد ايها، عجيب والله. وانا اسوي سلايد حطيت تذر بعد اكسبيرينس. يلا يلا اتوك ذا فورت، انا اهجم على الضرطة عرفت. اوه الجوك الصعب. في ضرطة ثانية تنك متوجهة من الشمال الى اليمين، وهي تأتي الضرطة وهو يتجاوزها يا رباه بكل اتقان، ويذهب الى الضرطة التي بعدها ويتفاجأ بثلاث ضرطات ويهرب. لي خليل تعال تعال شوف ايش كثر اني اهرب من الضرط، انتظر عليه حتى يخلص الضرط اللي عندي. تشوف السقف عندك متروس تراب حسب شي. شوفه زين، خليني بالالمنيوم. وين صار الالمنيوم اللي من ساعة شفته؟ مو بهني، هناك الالمنيوم. تعال تعال نسير عند الالمنيوم. كويت يلا تكيد ضرطة. والله حياتنا صعبة. بس اولنا مصعبين اللعبة زايدين كمية الرائحة الخايسة. خليل حصلتني مكان بعد، انا اشوف ريسيرز قاعد يدحرج قدامي ما ادري وين. انزين وابوك يا الضراط اللي ما يخلص. وين صرت انا؟ هذا المكان وينه قبل صح؟ ده فوق 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 هذا هني هني نفس المكان وهذا. خيب ريسيرش قاعد يقطر المكان ريسيرش، ها كله من الضرات اللي ذبحناها ترى. ها؟ ايه اظني. كم ضرات خليني؟ انا هذا عاصمة؟ اشوفك جايب لي سحابات خضراء.
هذا اللي بسوي اللعبة. أحوال الجوية عندك ماطرة أسيدية أحسها، عرفت؟ أقول لك إذا جيت صوبي وتزحلقت بتنزل في مكان ما في ردة، فحاسب. لا بس أقول لك شو ينتظر مستقبلك إذا جيت عندي يعني. أنا كنت بطيح. انزين. يا أخي شو ريسيرش جديد خليل، والله ولا هاك. أقول لك أنا عندي لك رأي. حصل الله للحين. والله اقول لك عن إيه لك الحين اكثر عن اللي هناك كله اللي سوينا هناك في شهر، هني سويته في 10 دقائق. انا عندي لك راي، انت تم لمن يهم الامر، انت روح تعرف شو. لحظه خلينا نسوي تترس، انت تم ودي ريسيرش اللي فوق، انا بتفاهم وياك عقب، انت سير وانا لاحق انك. شو بتسوي ريسيرش اذا انت مش قادر تسوي سامون؟ والله والله نحن نباها الريسيرش فنان يعني، اوكي وايد حلو، بس انت اصلا تعرف اذا تقدر تسوي ريسيرش شيء زياده؟ لا ما رب طبعا عين. شو الفايده منها؟ ما منها فايده. قبل هذا حيد الريسيرش خليل كان تحطه شيء نفس الشيء في ماكينه زين، وما كان تحيد يوم كان شو اسمه يتبطل، انت وحظك شو فيه. في الذرات، في الذرات اللي في السقف، في رزن في السقف. اوف كيف يطيحون يا ريال. انا ليش اسعقهم؟ تعرف ليش؟ شوف شو وراهم. ما تشوفه؟ ايه في واحد ثاني هني بعد مالهم، ما هذا شيء شيء شتم، ما ادري وين ضيعته شيء شوي. في اوف في ضرطة ساقطة من السماء. شوف شوف في ضرطة ساقطة من السماء. والله ما امزح، كانت طايحة من فوق. خرب بيته يا ريال. كم ديودرنت بتستعمل ما يكفي. ود لا تقعد تحتي، كنت بتذبحني والله. استوت شاشة حمراء والله، والله العظيم انا تشرد من الضراط، انت تنتظر تحتي ما يستوي. ضراط في وجهك. هالنقاش كامل ما له داعي. زين تعال تعال عندي، بس 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 انفاسي بس. تعال تعال احضر وياي الحين. عصا فوق هذا يطيح ليش؟ ما رو وصل له صدق، يبغانا ننزل نرفعه هني. ايوه اوكي مش شوي. أيوة. بس تمشي يعني، بس طاح طاح طاحت السالفة. فيها ريسيرش، فيها الريسيرش الصعب. فيها درام؟ هذا وين؟ وينه؟ اي والله ما شفته صدق. زين فوق عاصفة فوق الارض ونحن في كهف تغبر عنا نحن ليش؟ ما ادري، انا احسه شوي غباء يعني، شوي بيطير علينا حسب بعد. صح حسيت؟ ايه. انا اقول لك خلينا نبي الالمنيوم يا اخي، ندور الالمنيوم والله. هذا هو الحبل، تعال وينه؟ تعال هني، هذا شوف فوق. سالفة الحبل هذا؟ عارف هذا اللي شو اسمه؟ هاي التمويه عرفته؟ تمويه؟ لا اللي قعدت هاك اليوم، يوم شو اسمه؟ نصر؟ لا
انا ما اعرف ايش السالفه، خل نطلع فوق شوي، انا بصير فوق. اوكي انا الحين انت تدور بعدك ريسيرش، ترى وين الدرام والريسيرش؟ هذا بس هذا هاته هذا درام، درام نبا، انا ما مسوي ريسيرش خليل، لا بس درام هذا اللي يجي الدرام نبا يعني مضبوط يعني. عرفت؟ يعني هذاك تو كم اعطانا؟ ابو الشباب اللي فوق؟ 7000 و يعني شوف الصغار مكثرين، بس نبغى شيء يعطينا ايه 50000، 100000، 200000، ما في؟ يا ريت. حتى كبر ما نبغى لهالدرجة يعني، عرفت؟ خبري صوب ثاني الظاهر الثاني، والحين ضيع علي الكهف هذا. بس هذاك من نزلنا في، تعال هذا شوف فوق راسك. لا حصى اوكي. هني هني هني. لا سيده سيده، صدقني سيده، اسمع كلامي. ذاك الصوب الطويل اللي فين لفه كامل عشان تحيد. ايه صح 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 ها شوف هذا هني. ايوه هذا اللي بقول لك عليه، حصلت واحد ثاني. بعد فيه شو اسمه، يلا درام حقك، درام حقي، يلا تعال. بتعيش حياتك انت هنا على سبيل، والله في حصى قاعد يطير صدق. انزين والله المزلجة وضعها صعب، بس شوف سهل تطلع عليها، مو بنفس الاول كنا نعاني، كان صياح والله. انزين خلنا نقلع هذا الهنا حق هذا هني، وات ايفر مكان. الحين ابغى شو اسوي؟ هذا هني الومنيوم، ليش ما يسوي اكستراكت على الالومنيوم؟ ما شي كهرباء، ليش ما شي كهرباء؟ اوه تعال، انا عندي بطارية هاي. ابغى اعرف كم وحدة بيسوي حق الومنيوم. واحد اظن بيكفي، اربعة ولا خمسة. شوف اثنين، انا اتكلم عن فول. ثلاث، ثلاثة بس، ثلاثة بس، بس بعد زين ترى، بس احسن من هذاك بعد صح؟ قلنا سمنتر زين. نسوي سمنتر، ليش ما تسوي؟ بس ما ترست المرة سويل ترى، لأنه ما حفرت نفس آخر مرة، عرفت؟ لأن بنيت بعد وايد هالمرة. أردت تخلص البتري تصدق؟ بخلص ويخلص ما يكفي. احنا ذاك البتري ما كان يسوي الكهرباء عندنا، بنسوي الحين السولار سيستم، بس ما عندنا شو شيبل عشان نسوي تريد ديبوت. شوف عيد في هذا ولا وين؟ هي ترى مال ويند شو يباله تريد في الفابريكيتر، ليش حاطين احنا اورجانيك هنا؟ هذا السؤال. حق شو تبغى اللارج من شو يسوونه؟ شيكت؟ اي واحد الاكسترا لارج تيبل الومنيوم ترينا والله يستاهل، بس صدق يعني صدق. ها مش في البرنتر، في الفابريكيتر. هي انت في الفابريكيتر صح؟ هذا الومنيوم بعد ترينا. زين كيف تسوي؟ تبغى سملتر عشان تسوي المنيوم، هو يطلب منك المنيوم عشان تسوي سملتر؟ استهبل؟ لا سمد هذا تريد، اي تريد.
نبغي سمنتر صح؟ هي نبغى سمنتر ترى خلاص نقدر نسوي ألمنيوم من السويل من رمل بس يرب وين أي برمل بيب ستة بس يبي ثرينا سمنتر يا ريال شو ها ثرينا كومباوند بس إيه زين أقول بقى ترى الحين إحنا نقدر نجيب سويل عرفت عبي له سويل أمور طيبة سوينا لك سمنتر نبغى له تيبل ترى خربوا ماشي لحظة انا ادور طريقة حق احل مشكلة الكهرباء الاكستندر من شو يسوونه لحظة خلنا اكستندر اكستندر يبغى له كبر اوكي مو مشكلة كبر موجود بس لحظة أظن يبالي طاولة نفس هاي ترى اللي بتسوي سملتر عدل نفس هذا يبالي صح؟ يبالنا والله يبالي عسبة ترص رص في المواتس وخلاص بس أظن يبالي اثنين ألمنيوم صدق هذا الطاولة الثانية؟ طولي زين ابو واحد كبر زين ويبه اسوي اكستندر وبشوف الاكستندر هذا كيف يشتغل زين خل نقرا اوكي 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 اتس فيري سمبل اكستندر المفروض نحطه هنا let me read again يقول بروحه المفروض اوتوماتيك يشتغل شو هو؟ اي لا عندي اكستندر ايوه خلي عصفة تروح الخايسة
زين اكستندر هو حق الكيبل حلو. الحين اذا انا ابغى اسوي اللي في بالي واللي هو اعزل الحين مصدر الطاقة عن القاعدة بيكون حلو. هذا اذا مثلا شو السالفة؟ كيف عندي 17 اكستندر؟ كل اكستندر عبارة عن 5. اوكي دوخت. وانت من دوخت صور ما ده وقت ويا هذا الكيبل. ايه يمزح صح؟ اوكي نبغى باور سورس وين داخل قاعدة، شو رأيك؟ هذا حد زين. نصري شي بنا عشان نسوي سولار بانل وبتري، نسيت يا اخي. خليل انا طلعت حاطنا من 1:30 الصبح تدري؟ اريا انا لقيت يمكن ساحب انا. لا والله حط يا زول من الصبح طلع بيوت. الميديوم يبغى له كبر السولار، الويند يبغى له الومنيوم، بعد الومنيوم وايد الومنيوم، ما وايد اشياء عنها تحتاج الومنيوم. ما ابغى ويند، انا ابغى اعرف السولار والبتري. بتري ليثيوم صح؟ بتري ليثيوم. ايه في شو بدلنا آخر مرة؟ جبنا ليثيوم؟ كبر ها؟ كبر 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 ها؟ لا انك تعال، وين صار هذا؟ انا دوخت خلاص. لا من هذا كيف؟ ايه هذا الكيف؟ لا انا عقيت تو بعيد. في اثنين هنا فوق عندي بعد ترى.
لعنا شي زين. الوقت اللي عشان تنتج في شي انت مثلا انا ابوه يبغى لي وقت اكثر ما يكفيني الوقت اللي عندي. انزين ايه فالحين ابو اي فوق هذا المكان هذا مثلا مكان شكله ممتاز هذا باور فارم ايه عرفت اي شيء يخص باور بني بهني بس هني بتري وات ايفر عرفت ما هو بتاري تحت متخربطة ابوهم مكان واحد يوم اي اطالعهم اشيك عليهم اسوي ترابل شوت تشوف بالضبط كم بتري ينقصني كم واحد يعبي ما يعبي شو السالفة عرفت User was moved out of your channel. أح خربت الدنيا لحظة. عرفت؟ فالحين الحين قلت لي ميديم بتر شي ولا؟ ليثيوم ها؟ يا يبالا ليثيوم انزين ليثيوم تريد هذا انا لازم اسوي صح؟ ايه تريد يبالا المنيوم صح؟ يبالا كبر يعني نقدر نبدله بكبر ما عندنا مشكلة كبر في تحت اصلا كبر الدنيا يا رجل صح؟ مش 100% سيدة بس زين مش لازم 100% اصلا عباني لحظة شوي خليل أنا شو كنت بجيك شيء ما ادري انا كبر ما ادري منو دليل ها شفت في ال هذا الريسيرش في بوست مود نارو مود وايد مود الاينمنت هاي ما كنت اعرف سالفه التم هاي تعرف شو يسوون؟ شو؟ تركبه على السلاح نفس الشيء يعني هذا عرفت نفس الرام الله هذا ايه شفت يوم تحفر وشي ايه في اللي يخليك تحفر اكثر في اللي يخليك تسوي يعني شيء احسن عرفت شوف مديت كيبل من اخر الدنيا لهني حلو حلو هلا خلاص منتهي الوضع عندنا ترى مديت كيبل لفوق ايه سويت الحين بحط السولار فون فوق ايه هني وايد عواصف يا اخي ايه والله اذتني العواصف خلنا ننزل تحت خبر هنشوفها مع السولار شو يا ابوي سولار كبر اسوي كم واحد خليل كبر سولار سولار ايه سوي طاولة واحدة نسوي كم واحد سولار زيادة بس ما نحتاج اكثر الحين اوكي السملتر جاهز السملتر جاهز ايه بس طاولة مو مسوي له طالع سهلة طالع عادية
ولا لحظة. اه شو تبغى انت سملتر؟ هذا رزن عندنا رزن مفروض هندش داخل خلنا نخش شارع هذا. في ما في ما في في حبة رزن هنا ما في نموت يا ريال. ارجانك والله داخل قاعد يتفلع من خشيت ورا الاسترات يا ريال. رزن في الطاولة مال معادن بس خلي الألمنيوم واحدة يعني إذا شليت الألمنيوم لا تحطيه كله عسب نقدر نطلع شو غيره إنه ما ظن إحنا بهالمحبة حبة يعني لازم يكون في مرحلة شورت كت عرفت نفس الحين أنا الرزن قاعد أنتج حقك شي رزن تعال حق طارئ بس اثنين بقى واحد اثنين هاي الارت بلاتفورم ايه صح هي يلا عليه هذا للحين ما خلص يا ريال شو؟ ايه ريسيرش بعد طول نبا بعد بعد غيرها نفسها ترى هاي حق شو سملتر صح طبعا ما غير مكانه عقب بنحط هذا مؤقت بعدين ما غير الطاوله اوكي سملتر وينه حقيته انا شو كان فيديو اخي سملتر هذا 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 انزين هذا انت شو تبغى تبغى واحد اجهز الطاولة الثانية اثنين ثلاث أربع يا أخي واحد نخليه سامبل هناك مو بندوبه على اساس نطلع منه غيره في في سامبل هنا هي هذا اللي بمخلينا اقول لك هذا هناك يعني لا نشله في سامبل ما في كهرباء تشوفه احمر خط فضي كل شيء هذا شو لارج بلاتفورم شو كنا بنسوي عليه سامبل كله نحطه هناك شو رايك بس هي والله احسن يكون بس سؤال شو اسمه لارج تيبل ثاني حق شو كنا مسوينا حق السولار برا اوكي يا رد نشب ما ادري في شيء هو اصلا مبونه في الجيم يا رد اوكي طيب ايه وي هذا بس هالخمسة عندنا صح؟ مفروض اللي عندنا يعني
بس احس اني فكره جيده اني اطلع الكهرباء برا على المكان. وايد 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 المكان مسوي لنا زحمه. تعرف انت سويت سولار ثاني صح؟ ابغى احط كل سولار على سهم واحد. هده عادي يعني. لا اوكي حطه خلاص. ابغى اقصد بتري عقب بطلع بسوي اثنين غيرهم. سوي عادي بس ما بيتم وايد ترى. تبى بتري عرفت؟ تبى بتري بعدك. لا هذا ثنين اكثر من كفايه اظن يعبون بتري. اتصور ها مش رايك لي هي. وبعدين كفايه انهم اظن يشغلون اللي عندنا حاليا وهم يشرشون بتاريخ، لان كم نبني لازم نعدل الريشيو مال البطاريه. ايه يبالنا بعد كم البتري يبالنا. انا عندي لك حل خليل. اللي هو شو رايك نسوي لنا الحين شوي سعي لنسوي لنا موتر، بس شي نحط فيه كرسي بعد، كثير نغامر في الكوكب هذا، نحصل بطاري، نحصل شي سكافنج. والله عقب انا واصل الرمق الاخير الساعه 5 الصبح. انا ايش الساعه 6 7؟ الله يهداك. وايد سهرت اليوم وانا العب اللعبه. بس مره تبغى باكر نكمل؟ ايه بكمل باكر ولا شيء نغير جو. اوكي سبام سيم ثينك يا اخي. روحي طلعت. انزين بس شو يبالي الحين؟ بس اشوف كيف يشتغل بتري وخلاص. هني شو نسوي؟ لان نحن زيرو زيرو نرد. بس ليش؟ ما في نهار في الكوكب هذا صح؟ اه في الباور اللي عندنا كله من السولار يعني. نسوي ويند يبالي المنيوم اثنين. عندنا المنيوم كفايه ولا ما عندنا؟ عندنا بس ما شيك اربع الحين. لا سوينا اسم الحق ما سوينا اسم الحق المنيوم. ما في كهرباء نحط فيه. ان الويند الصغير وين حطيت انت؟ هذا هو هني صح؟ ما شليته. دولار صغير. في ما جبت ويند تربان صغير انا بعد. هذا هو. هذا هذا لسه يدور بعد. مسوي درب عشان ما امشي عليه عرفت؟ هني له هو. انا اظني يفرق المكان اتصور. ما اتوقع صراحة لانه كان يدور في الكهف تو صح؟ ايه هو الكهف كوكب مرة ما في شيء يا رجال. ما في جو ما في هذا اكشن ما في. كوكب ملل شوية. ايه لبست الكهوف مالهم حلوة هني احلى من هناك الكهف. ايه بس احس في وايد يعني وايد اشياء تو اكسبلور. انا اظني هذا النسيج غلط لازم نركب على شيء مويل. هذا خلينا نجرب النظرية. لو اركب على شيء مبسيدة بيشتغل هني مويل. لا ما اشتغل. لو اشل هالبتري هذا التعبان احطيه مكانه. انا خليه شوف 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 انا ترى تشوف الكوكب مالنا هناك هني ترى تشوفه. شوفه وانا في كواكب هي تشوفهم. هاي شفتها من قبل قليل. وين النهار؟ شو ما عندهم نهار؟ شكل النهار طويل وليل طويل هني تعرف؟ ولا يعتمد على المدار ان احنا وين ندور. المدار يتغير ترى. اغلب. قوية العاصفة.
انا انسان راح اتخبئ، ما ادري عنك. ما بتخش اذا بالشتل انا يالس. لل بس بيصير شوي مرتب، ترى شوي اكثر من ذاك مرتب. بس شغله وايد. شوف ما يشتغل يوم في صار، يا اخي كيف وينتر ماين ما يشتغل يوم في ويند؟ انا هاي اللي قاهرني. هاي شيء يقهر ترى من الخاطر. نحن الحين مو عندنا نهار، ما عندنا شيء، مو عندنا اي باور سورس عشان تشعل الفقر. بتري عرضني بالبتري. كم بتري؟ وايد طول الليل، وايد طول الليل. ليل ترى وايد طويل كان. الحين بدأ يطلع الشمس. شو؟ تو النهار. شو السولر بعده ما فتح ترى. الحين فتح السولر. اوكي. الحين شو كنا بنسوي؟ فلتر. ها؟ فلتر المنيوم. ها المنيوم اوكي، بس شيء ثاني بعد كنا بنسوي. بس خلاص وين تربين كنا بنسوي؟ يستاهل الاستثمار؟ يستاهل. ها؟ يستاهل صح؟ الليل وايد طويل. يستاهل. ونشوف لان عندنا المنيوم نقدر نسوي الحين فيهيكل باي بعد، بس فيهيكل باي عقب بنسوي مش الحين. ولا حاجة. اوه منتهي الوضع. لا 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 مش ممكن الوضع. ممكن. شفت الوضع كيف مستوي؟ مزري. شوف نهار طويل شكله، ها؟ مو نفسه هناك. والليل أطول. النهار طويل والليل طويل. وليلهم ملل مليق. انا اقول بس خلاص منتهي الوضع. بس مرة وهذا بس خلاص سوينا طابق، اهم شيء حق الكهرباء. This is it.